قد تكون شاهدت كثيرا تمثالا لرجل يحمل طفلة صغيرة، سواء كان التمثال مليء بالنقوش الكتابية أو القليل منها. هذا التمثال يعود للمهندس المعماري سينمون، ودائما ما يحمل معه نفرورا، ابنة الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثاني. سينمون هو المهندس الذي بنى للملكة حتشبسوت معبدها الشهير في الدير البحري، وقد منحته الملكة حتشبسوت 80 لقبا مهنيا. ولد سينمون لأبوين من عامة الشعب، هما رعموس ووالدته حاتنوفر، وكان له 3 إخوة. عمل سينمون قبل التقائه بحتشبسوت رئيسا للكهنة بمعبد مونتو ببلدة أرامنت، وعمل أيضا بمعبد الكرمك حيث كان يلقب بمدير بيت آمون، حيث كان مشرف على المخازن والغلال والماشية. أوكلت الملكة حتشبسوت إلى سينمون مسؤولية رعاية ابنتها نفرورا، حيث كان سينمون المربي الخاص بها والمتولي شؤون إدارة أملاكها. وقد توفيت هذه الابنة في العام 11 بحكم والدتها. كان للملكة حتشبسوت ابنة أخرى تدعى ميرترع، ويعتقد أن سينمون تولى رعايتها أيضا مثل نفرورا. كان سينمون في بداية حياته العملية كاهنا وقائدا عسكريا في عهد أمنحوتب الأول، ثم تحتمس الأول، ثم تولى عدة مهام وحمل عدة ألقاب مثل ناظر إدارة آمون، لذلك فقد كان مديرا لكل ممتلكات معبد آمون في تيبا، ولجميع ما يتبعه من معابد ومخزونات من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة وأراضي زراعية وماشية وأغنام. وطبقا لعالم الآثار دورمان عام 1988 أن سينمون حمل 88 لقبا، وربما لم يقوم سينمون بالفعل بالقيام بكل تلك المهام بنفسه في نفس الوقت. من أعمال سينمون أنه أشرف على قطع حجارة ونحت المسلتين في أسوان التي أمرت حتشبسوت بإقامتهما في معبد الكرنك، وتحت إشرافه تم نقلهما إلى طيبة وتشييدهما، وما تزال أحدهما قائمة حتى الآن في معبد الكرنك وطولها 30 مترا. أما المسلة الثانية أخذها نابليون بونابرت إلى باريس ونصبت في ميدان كونكور. قام سينمون بتصميم المعبد الجنائزي لحتشبسوت الدير البحري بالقرب من مدخل وادي الملوك على شكل 3 طوابق متدرجة، وتصور جدران هذا المعبد تفاصيل حياة حتشبسوت مثل قصة ميلادها وكيف ولدت من الإله آمون، وأيضا نقل مسلتيها إلى معبد الكرنك. وقد سمحت حتشبسوت لسينمون بأن يضع اسمه وصورته خلف أحد الأبواب الرئيسية لمعبدها. بنى سينمون مقبرتين لنفسه، واحدة قرب المعبد بالدير البحري والأخرى في جبانة الكرنك، وقد أصابهما تخريب وتدمير كبير من قبل تحتمس الثالث عندما أراد خلال سنوات حكمه الأخير أن يمحو اسم حتشبسوت وآثارها وكل ذكراها. يظهر ذلك في إزالة اسمها من العديد من المواقع والمعابد. قام سينمون بتصميم جديد فريد للمعبد الجنائزي لحتشبسوت وأشرف على بنائه. التصميم يختلف تماما عن تصميم المعابد لدى المصريين القدماء التي نراها في معبد الكرنك في طيبة على الضفة الشرقية للنيل في الأقصر، أو في أماكن أخرى مثل معبد هرم سكارة. كان المعبد التقليدي يتكون من صرح كبير ببوابة ضخمة يتلوها بهو أعمدة، ثم صرح أصغر، ثم بهو أعمدة، ثم صرح ثالث، ثم بهو أعمدة، ينتهي بالمحراب المقدس للإله. وقد استبدل سينمون الصرح برواق، واستبدل بهو الأعمدة بشرفات تعلو بعضها البعض وتوصل بينهما منصات منحدرة. يوصل بين المعبد الجنائزي ومعبد الوادي على النيل طريق طويل للمراكب يبلغ نحو كيلو متر من الشرق. هذا الطريق ينتهي عند البهو الأول الكبير والرواق الأول الذي يتكون من صالة عريضة مزدوجة الأعمدة، وهذا الرواق مفتوح في اتجاه الشرق وينتهي يمينه ويساره بتمثال كبير لحتشبسوت. يتكون معبد حتشبسوت من 3 طوابق متدرجة داخل الجبل. وبدلا من بناء المعابد المتبع تشييدها في هيئة بهو أعمدة، فقد اختار سينمون شكل الرواق لكل طابق من الطوابق الثلاثة المتدرجة وأوصلها ببعضهم البعض بواسطة منحدرات. ينتهي الطابق الثالث ب3 أبواب تؤدي إلى محراب آمون رع ومحراب هاتور ومحراب أنوبيس. جاءت تلميحات للمؤرخين لتشير إلى وجود حالة حب قد جمعت الاثنين سينمون وحتشبسوت. كانت حتشبسوت متزوجة من الملك تحتمس الثاني، إلا أنه توفي شابا وكان أخوها تحتمس الثالث لا يزال طفلا، فتولت هي الحكم وأشرفت عليه وعلى تربيته الخاصة حتى يتولى الحكم بعد ذلك. استعانت حتشبسوت بسينمون في هذا الوقت، واعتقد علماء الآثار أن الملكة وخادمها قد شاركا في حياة أسطورية وانتهى كل منهما نهاية غامضة،
ظلت لغزا يصعب تفسيره حتى جاء الاكتشاف الأخير ليقطع بوفاتها نتيجة المرض.